النهارده شفت الاتحاد بيفوز على الداخليه ازاي اهو. ايجابيات كلها ايجابيات جدا، مش عايزين نفرط في التفاؤل يعني بالنسبه لفريق الاتحاد، بس يعني من الواضح والشواهد اللي قدامنا سواء في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه ان الاتحاد عنده 11 اساسيين وعنده دكه بدلاء يعني جاهزه وتقدر تكمل كمان الفريق الاساسي، ولعيبه موجوده جوه الملعب يمكن في افضل مستوياتها من فتره كبيره جدا، بدايه من حراسه المرمى اللي نادي الاتحاد كان بيعاني منه على مدار السنتين او 3 سنين. شفنا المهدي سليمان كان ثابت رغم طبعا قله محاولات فريق الداخليه عليه، لكن هو كان ثابت في مرماه بشكل كبير وكان مدي ثقه لخط الدفاع بتاعه. الرباعي او الخماسي بقى الهجومي كانت حاجه جميله جدا النهارده، من لو بنتكلم على زوران مانولوفيتش من بره الخطوط او من جوه الملعب، والمرونه اللي ما بين الرباعي او الخماسي الامامي كانت حاجه جيده جدا، وكانت مديه يعني كده ايه حريه لكل العناصر الهجوميه بالنسبه لفريق الاتحاد. الاتحاد واحد من افضل الفرق الموجوده في الدوري اللي عنده مهاجمين، يعني بنتكلم على اوستن اوموتو وبنتكلم على مابولولو اللي كمان قاعد نزل يعني هداف واحد من هدافين الدوري قاعد على دكه البدلاء بالظبط، لما نزل من على دكه البدلاء برده كان ليه الاضافه بشكل كبير. الاثنين عندهم قوه بدنيه، الاثنين عندهم قرار كويس جدا كمان في المساحات الفاضيه، وشفنا الفينش بتاع اوستن اوموتو في الهدف الثاني. اللي ابهرني النهارده برضو من لعيبه الاتحاد كريم الديب، يعني كلنا متعودين على كريم الديب كبير جدا ومهم جدا، لعيب ظهير ايسر يعني حتى كمان في اوقات كتير مع نادي الاتحاد ما كانش بيظهر بشكل اساسي قوي، كان بيبقى في تبادل ما بينه وما بين صبري رحيل، لكن عجبني النهارده زوران ان هو اعتمد على كريم الديب في الثلاثي اللي تحت المهاجم من اصلا اموتو، وكان بيبدل المركز بتاعه. يعني كنا بنشوف ان كريم الديب بيلعب في رقم 10 او بيلعب ناحيه الشمال، صبري رحيل كمان النهارده كان مبهر جدا وصنع الهدف الثاني وكان ليه مجهود وافر جدا دفاعا وهجوما. اجمالي مروان عطيه طبعا عمل مباراه كبيره جدا، فكل لعيبه الاتحاد بلا استثناء تقريبا كانوا في يومهم، ونتمنى ان هم يستمروا على المستوى الكبير ده، وان في دكه بدلاء كمان لما شفنا احمد عيد واحد من العناصر المباشره عبد النعيم سعيد شنبوري عدد كبير من شنبوري، وبنتكلم كمان على مابولولو. ففرقه الاتحاد شفنا ايجابيات كتير جدا بالنسبه لفرقه الاتحاد، نتمنى ان هم يكملوا على ده. وزوران مانولوفيتش على الجانب الاخر وعلى يعني مستوى بقى الاداره الفنيه قادر ان هو يتحكم في العناصر، واضح ان لعيبه الاتحاد مرتاحه وهم بيلعبوا. ده طبعا يعني كوم وابراهيم حسن بالنسبه اللي بيقدموا مع الاتحاد طبعا بدايه الموسم ونهايه او الجزء الثاني من الموسم الماضي، ابراهيم حسن واضح ان هو عايز يرجع من مستوى ثاني وممكن يبقى من العناصر القريبه للانضمام لمنتخب مصر في فتره جاية.